تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة الليلة صوب ملعب إيلانز ستاديوم بمدينة تورينو الإيطالية، حيث القمة المرتقبة بين يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. تكتسب المباراة طابعا ثأريا بين حامل اللقب ريال مدريد ووصيفه يوفنتوس الذي خسر نهائي العام الماضي أمام أبناء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي سيعود للمرة الأولى مدربا إلى المدينة التي شهدت تألقه وحصده الكرة الذهبية عام 1998. وفي الجولة ذاتها يحل بايرن ميونخ الألماني ضيفا ثقيلا على إشبيليا الإسبانية.